الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي في هذه المجموعة المباركة الطيبة، مجموعة الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا الوقت هو موعدنا مع درس النحو، درس شرح ألفية ابن مالك. وسيكون موضوعنا اليوم إن شاء الله حول نون الوقاية. فإلى الدرس. قال ابن مالك رحمه الله: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا، وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. هذه الأبيات تتحدث عن نون الوقاية. ونون الوقاية هي نون تلحق الأواخر، تلحق أواخر الأفعال، وسميت وقاية، سميت نون وقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، هذا هو المشهور. فأكرم تقول أكرمني، تأتي النون فتقي الفعل من الكسر، لأن الأصل أنه لو لم تكن النون هناك لقلنا أكرمي، فجاءت النون لأن الياء المتكلم لا بد أن يكسر ما قبلها، وآخر الفعل لو كسر لكان غير مناسب، لأن الفعل لا يناسبه كسر آخره، فجاءت النون لينطق بها بعد الفعل فتكسر لوجود ياء المتكلم، لأن هذه الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. وقيل سميت نون وقاية لأنها تقي من اللبس في نحو أكرمني. أكرمني لو لم تأتي نون الوقاية لكانت أكرمي، وحينئذ يلتبس أمر المخاطب المذكر بالمخاطبة المؤنثة، فلا يعرف السامع هل تقصد أكرمي يا هند أو أكرمني يا زيد، فجاءت لتقي الفعل من هذا اللبس. وهذا أيضا مقصد عند أهل اللغة، لأن الالتباس يمنع فصاحة الكلام ووضوحه. قال ابن مالك رحمه الله في بداية حديثه عن هذه النون، قال: وقبل ياء النفس، معناها ياء المتكلم التي تقدم معنا أنها تكون في محل نصب وتكون في محل جر، فهي ضمير من الضمائر المشتركة بين النصب والجر، فتقول مر بي كما تقول أكرمني، فهي في الأول في محل جر وفي الثاني في محل نصب، فياء المتكلم إذن تأتي قبلها مع الفعل نون وقاية التزم، معناها يجب ذلك، وقبل ياء النفس معناها ياء المتكلم مع الفعل لا مع غيره. ففي الأسماء لا نحتاج إليها، فنقول كتابي وقلمي ويدي ورجلي وداري ونحو ذلك، فلا تحتاج إلى لا تحتاج الأسماء إلى نون وقاية، وإنما تلزم نون الوقاية مع الأفعال ومع ما شابه الأفعال كأسماء الأفعال وكليت التي تشبه في لفظها الأفعال وفي عملها، وليس هناك ما يعارض هذا الشبه، فلزمتها غالبا نون الوقاية. فهذه هي الأماكن التي تتعين فيها نون الوقاية. ومن الأماكن التي تجب فيها أيضا نون الوقاية غالبا حرف الجر من وعن كما سيأتي. قال ابن مالك رحمه الله في هذا البيت:
وليس قد نظم، أي أن ليس وجد في النظم تجردها من نون الوقاية، ومع أن الأكثر لحاق نون الوقاية لها فتقول ليسني، وأما تجردها فهو قليل لا يكون إلا في ضرورة الشعر. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله هنا وليس قد نظم، ورد فيه قول الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس، ولم يقل ليسني، وهذا خاص بضرورة الشعر كما قال ابن مالك وليس قد نظم، مع أن ليس فعل. ثم قال وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات. هذه الأفعال، هذه الحروف هي إن وأخواتها، إن وأخواتها في لحاق نون الوقاية لها على أقسام، ولحقت بها نون الوقاية لأنها لحقت بها نون الوقاية لأنها أشبهت الأفعال في نصبها لهذا الضمير، فهذا الضمير معها وهو ضياء المتكلم يكون في محل نصب، فمن هنا أشبهت هذه الحروف الأفعال فلحقتها نون الوقاية، لكنها ليست في لحاقها لها على درجة واحدة، فمنها ما الغالب فيه أن تكون معه نون الوقاية كليت، ومنها ما الغالب فيه لا تكون معه نون الوقاية كلعل، ومنها ما يخير فيه بين لحاق نون الوقاية وعدمها. فليت لا تلحقها نون الوقاية إلا فليت لا تتجرد من نون الوقاية إلا نادرا، ولذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى، ورد في القرآن كله لحاق النون لها، كما في قول الله سبحانه وتعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وفي قوله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ومع ذلك فقد وردت قليلا أو ضرورة في قول الشاعر في قول ورقة بن نوفل فيا ليتي إذا ما كان ذاكم وليشت وكنت أولهم ولوجا، فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، فجاءت مجردة منها، وكقول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأفقد جل مالي، قال ليتي ولم يقل ليتني، ولكن هذا هو النادر كما قال ابن مالك، قال وليتني فشاء وليتي ندرا، معناها ليتي ندر مجيئها دون نون الوقاية. ثم قال ومع لعل عكس، لعل معناه أن لعلي فشاء ولعلني ندر، لعلني قليلة ولعلي كثيرة، ولذلك جاءت في القرآن لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، ولم تأتي فيها نون الوقاية. إذا لحاق نون الوقاية لها كثير، وقد وجد أيضا تجردها منها في قول في كما قال قول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، لعلني جاءت النون مع لعل، وهذا قليل، وإن كان أكثر من تجرد ليت منها، قلته ليست في درجة قلة تجرد ليت، قلة لحاق النون لعل ليست بدرجة قلة تجرد ليت منها. ثم قال وكن مخيرا في الباقيات، أي من أخواتي، من إن وأخواتها، فتقول إني وإنني على حد سواء، وتقول لا تقول كأني وكأنني، أني وأنني، ولكني ولكنني على حد سواء. فعرف من ذلك أن نواسخ الحروف الناسخة التي تنصب
المبتدا وترفع الخبر في لحاق نون الوقاية بها على ثلاثة أقسام. قسم الغالب فيه أن تلحقه النون وندر تشردها منه كليت، وقسم الغالب فيه تشرده من النون وندر أو قل لحاقها به وهو لعل، والقسم الثالث هو ما وجد لحاق النون له وعدمها على حد سواء، وهو بقية أخوات إن، ولذلك قال وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، أي من هذه الأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم قال واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، هذا نوع جديد تلحقه نون الوقاية وهو حروف الجر. حروف الجر تلحقها نون الوقاية، وحروف الجر الأصل فيها أنها لا تلحقها نون الوقاية، وإنما تلحق منها مني من وعن، ومع ذلك تلزم فيهما من وعن لا بد لهما من نون الوقاية، ولم يرد حذفها منها إلا نادرا كما في قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، لم يقل عني ولم يقل مني، فوردت من وعن كلتاهما مجردة من نون الوقاية، فلذلك خففت، التخفيف دليل على التجرد من نون الوقاية. وهذا ما ذكره ابن مالك في قوله واضطرارا، معنى أن هذا خاص بضرورة الشعر، خففا مني وعني بعض من قد سلفا. ثم أتى بظروف تلحقها نون الوقاية، والأصل أن الأسماء المضافة إلى حروف الجر، عفوا الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم لا تلحقها معها نون الوقاية كما ذكرنا، وقل لحاقها بها في كلمات مخصوصة وهي لدن، وكذلك قطني وقدني، فقال في لدني لدني قل، أنها لدني هي الأكثر بلحاق نون الوقاية، ولدني هي الأقل بتجردها من نون الوقاية، وكلاهما فصيح صحيح، ولذلك قرأ نافع وشعبة قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت بالتخفيف، قرأ نافع وشعبة بالتخفيف قد بلغت من لدني عذرا، وقرأ غيرهما من السبعة بالتشديد قد بلغت من لدني عذرا، فالتشديد هنا هو الأكثر، ولكن التخفيف أيضا فصيح صحيح كما ورد في هذه الآية بهذه القراءة السبعية المتواترة. واختلف في أتحاجوني في الله، وكذلك فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون بقراءة التخفيف تحاجوني وتأمروني، فإن تحاجوني تحاجوني في الله يقرأها نافع أيضا بالتخفيف، وكذلك ابن عامر يقرأها بالتخفيف. واختلف في المحذوف هل هو نون الوقاية أو نون الرفع، وأكثر أهل اللغة على أن المحذوف نون الرفع، وأكثرهم يرجح أن المحذوف نون الرفع، وإن كان الإمام الشاطبي رحمه الله رجح أن المحذوف نون الوقاية، لأن نون الوقاية هي الأخيرة من النونين، ونون الرفع هي الأولى تحاجونني أو تحاجوني، فلذلك قال الشاطبي رحمه الله والحذف لم يكن أولا، والحذف لم يكن أولا، أنها ليست النون الأولى هي المحذوفة، وإنما المحذوفة النون الثانية التي هي
نون الوقاية؟ قالوا لأن نون الرفع تكفي منها، لأنها تقل فعل من الكسر. هذا قول ابن مالك رحمه الله. وفي لدني لدني قل، فقد اختصت لدن من بين الظروف بجواز لحاق نون الوقاية لها، بل بأن الأكثر لحاق نون الوقاية لها، ففي لدني كما عرفنا. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يجي. قدني وقطني اختلف في معناهما، فقيل هما من أسماء الأفعال، ولذلك الأكثر فيهما أن تلحقهما نون الوقاية. وقد ورد في الحديث حديث النار قطني قطني. وأيضا صح ورد عدم لحاق نون الوقاية لهما، وحينئذ تكونان بمعنى حسبي، ولذلك وردت في بعض روايات الحديث قطي قطي أو قط قط بدون ياء، ولكن الشاهد عندنا فيما هو مكسور ومعه الياء قطي قطي. ورد هكذا أيضا كما نقله اللغويون أنه ورد فيها قطي قطي وقطني قطني. وكذلك قدني أيضا، فهي أيضا تحتمل المعنيين، تحتمل أن تكون اسم فعل وأن تكون بمعنى حسبي مصدرا. فحينئذ إذا كانت بمعنى حسبي فلا ليست فيها نون الوقاية، وإذا كانت بمعنى إذا كانت اسم فعل ستلحقها نون الوقاية، فنقول قدني قدني. وقد وردت اللغتان في قول الشاعر قدني من نصر الخبيبين، قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. قدني من نصر الخبيبين فجاءتها نون الوقاية قدني، ثم قال قدي فحذف منها نون الوقاية على اللغتين معا، ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. فتلخص من هذا كله أن نون الوقاية تكون قبل ياء المتكلم في الأفعال، هذا ما لا جدال فيه، وأنها بالنسبة للحروف المشابهة للأفعال وهي الحروف الناسخة على ثلاث مراتب، فيها ما الغالب فيه أن تكون معه وهو ليت، وما الغالب أن تحذف معه وهو لعل، وأنها في الباقيات يخير المتكلم بين المجيء بها وعدمه. ووردت في أشياء أخرى أنها أيضا هي موجودة أيضا في أسماء الأفعال بكثرة، أو أسماء الأفعال فيها، لأنها مشابهة للفعل تكون فيها. فنقول دراكني وتراكني وعليكني ونحو ذلك، فهذه تكون معها نون الوقاية، لأن أسماء الأفعال في أحكامها اللفظية كالأفعال. وأما مجيئها مع فعل التعجب، هو ظن لم نتحدث عنه، مع فعل التعجب ما أفقرني فيها يجوز، أفقرني ما أفقرني إلى عفو الله، ما أفقري وهو قليل، ولكنه حكي عن العرب. ومع حروف الجر تلثم حرفين منهما، منها وهي وهو وهما من وعن كما تقدم. وأما مع الظروف فوجدنا ظرفا واحدا فيه لغة بلحاقها وهو لدن لدن، فنقول لدني ونقول لدني، وهما صحيحان كما عرفنا، لأن كل واحد منهما تشهد له القراءة الصحيحة حذفها وعدمه. ووردت كلمتان محتملتان للمصدر واسم الفعل، فإذا قدرناهما مصدرا لحقتهما نون الوقاية، وإذا قدرناهما اسم إذا قدرناهما مصدرا لم تلحقهما نون الوقاية، فنقول قدي وقطي. وإذا قدرناهما أسماء أفعال تلحقهما نون الوقاية، فنقول قدني وقطني، وهما لغتان مشهورتان معروفتان. وهذا آخر ما أردنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.